خلينا نروح لمباراه الاتحاد عشان ما نتاخر على ابو صهيب فيها. مباراه القادسيه والاتحاد، الاتحاد يعني ينفس عن كل الغضب في الايام الماضيه وكل الضغط اللي كان عايش فيه الفريق الاتحاد في الايام الماضيه، والضحيه كان الفريق القدساوي. التقرير التالي يتحدث عن مباراه القادسيه والاتحاد. كان سوء الحظ لوحده سبباً كافياً لخروج القادسية خاسراً بثمانية أهداف مقابل لا شيء حين جاءت مباراته مع إفاقة العميد بعد خروج الأخير من بطولة دوري أبطال آسيا، فكان لزاماً أن يظهر بمستوى يمحو به كل الإحباطات السابقة، وكانت العودة للعميد صارخة بثمانية أهداف نظيفة تلقتها شباك المرمى القدساوي. هدف الاتحاد الأول جاء بعد مضي 12 دقيقة فقط عن طريق أسامة المولد بعد استغلال مثالي لعرضية مشعل السعيد. الله على أسامة، الله. ثم جاء البرازيلي ويندل بالهدف الثاني بعد 10 دقائق فقط بعد استفادته من كرة حمد المنتشري. ولم يحتج الاتحاد سوى لدقيقتين فقط ليضيف له محمد الراشد الهدف الثالث بعد استقباله لكرة طولية وضعها بحرفنة من فوق النجع. زادت الجراح القدساوية بالهدف الرابع من البرازيلي ويندل حين استفاد من الخطأ الذي نفذه باولو جورج. ليأتي الدور الآن على باولو جورج الذي وضع اسمه ضمن هدافي اللقاء حين سجل الهدف الخامس بعد أن وضعه صالح الصقري لوحده أمام الحارس القدساوي. لم يشأ محمد الراشد أن يخرج الفريقان لاستراحة الشوط الأول قبل أن يكمل نصف درزا في شباك منصور النجعي بعد استثماره لعرضية صالح الصقري. مع بداية الشوط الثاني تماسك الفريق القدساوي حتى الدقيقة 78، وحينها أطلق مشعل السعيد صاروخا على يسار النجعي بعد لعبة ثلاثية جميلة بينه وبين الصقري والبرازيلي ويندل. وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق عاد البرازيلي ويندل ليضيف الهدف الثامن بعد استغلاله لهدية محمد الراشد خير استغلال. الله يا ويندل، الله يا ويندل، هذا ويندل، هذا ويندل، مين اللي جابك؟ العميد عاد للمنافسات المحلية، إلا أنها عودة مختلفة دون شك، عودة قوامها ثمانية أهداف هزت شباك القادسية وقرعت أجراس الإنذار لباقي فرق الدوري. أبو صهيب، شو اللي صاير بالاتحاد؟ والله الحقيقة الاتحاد فاجأنا الحقيقة مفاجأة كبيرة اليوم، ليس بالنتيجة، النتيجة كانت متوقعة، يعني فوز الفريق الاتحادي أو الفوز كان متوقع على الأقل من وجهة نظري، كنت أتوقع بشكل كبير، وقد راهنت شخصية اتحادية وأصدقاء اتحاديين على أن الفريق سيقدم مباراة جيدة وسيفوز بهذه المباراة، لكن النتيجة في الواقع كانت كبيرة جدا. لم يكن أكثر الاتحاديين تفاؤلا يتوقع مثل هذه النتيجة، وأعتقد أنه الاتحاد قدم مستوى كبير جدا، وكان هناك أداء سريع، كرة سلسة، واللعب من لمسة أو لمستين ليس أكثر. اختفت عملية الاعتماد على تعطيل اللعب، اختفى اللعب البطيء، اختفى التحضين، أصبح هناك اعتماد على الفريق ككل، اللعب على الخانات وعلى المراكز، يعني كان هناك في الواقع تجلي للفريق ككل، وبالتالي ذهب فريق القادسية ضحية هذا التجلي في الوقت الذي لم يقدم فيه لاعب القادسية المستوى الذي كان متوقعا. وكنت أتوقع في الواقع أن يبادر مدرب الفريق مبكرا بعد نصف ساعة من المباراة إلى أن يعزز الدفاع. أبو صهيب، الأداء الاتحاد اليوم صحوة اتحادية ولا انهيار قدساوي أكثر؟ لا، هي صحوة اتحادية أكثر من أن تكون يعني انهيار قدساوي، أو هي في الحقيقة
عودة اتحادية إلى طبيعة الأمور، إلى الصياغة الحقيقية للفريق التي كنا نطالب بها من 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 فترة طويلة. على فكرة الأداء السلس والكرة الجميلة التي قدمها الفريق في الواقع يعني مسألة ليست جديدة على الفريق، خاصة في ظل الغياب، يعني مسألة تكررت من الفريق. أذكر مثلا مباراة الشباب كان هناك غياب لخمسة لاعبين دوليين، ومع ذلك قدم الفريق يعني بشهادة المحللين قدم كرة سريعة ولعب سلس وتعاون كبير، واستطاع في الواقع أن يتعادل مع الشباب والمتصدر، بل اعتبرت تلك المباراة خسارة للفريق. وهذه أيضا مسألة تكررت في الموسم الماضي لو تتذكر تركي أبو نايف أيضا والمستمعين والمشاهدين، في الموسم الماضي في أول 7 مباريات مع المدرب البرتغالي كان الفريق قدم في أول 7 مباريات مباريات كانت ممتازة جدا وكانت كرة سريعة، ورغم الغيابات ومع ذلك كان الفريق لعدم اعتماده على لاعب، لعدم اعتماده على عنصر للتعاون وروح الفريق والانسجام كان، وهذا ما كنا في الواقع نشير إليه، ولكن البعض كان يفسر ذلك بتفسيرات أخرى. المسألة تتكرر أمام الشباب، تتكرر اليوم. أعتقد أن أصبحت الأمور واضحة جدا أمام الاتحاديين أن الفريق إذا ما عادت يعني روح الاتحاد والتعاون واللعب بجماعية ودون البطء ودون التركيز على عناصر معينة يصبح الفريق الاتحادي في الوضعية التي يريدها كل الاتحاديين بل كل الرياضيين، لما يكون في ذلك من متعة وأيضا من منافسة ورفع لمستوى الدوري. فريق القادسية في الواقع فاجأنا بالمستوى الذي قدمه، كان هناك تراجع كبير. نعم. توقعنا في الشوط الثاني يكون ربما الوضع أفضل، لكن أعتقد أنه ربما مدرب الفريق تجمدت لديه الأفكار في هذه المباراة ولم يستطع في الواقع أن يتدخل ويحدث يعني شيئا جدا في الفريق كما حصل في مباراة الهلال عندما تأخر في الشوط الأول وكسب الشوط الثاني. طيب أنا أعتبرها استفادة من أخطاء الماضي. أنه نتذكر الاتحاد لما خرج من بطولات أبطال آسيا أمام الاتفاق حصلت مشاكل وطرد ونرفزة. الآن حاليا واضح أن فيه عمل إداري كبير، واضح أن فيه استفادة من أخطاء الماضي. الشيء برضو المميز أنه تقريبا في 5 لاعبين ما كانوا مشاركين في البطولة الآسيوية، لذلك كان هذا دفعة للاعبين اللي أول مرة يشاركون لإثبات الوجود. تخيل مثلا مجموعة من اللاعبين الركائز في البطولة الآسيوية أكيد أنهم راح يكونوا محبطين أو راح يكونوا مشغولين أو غير مركزين، ولكن دفع أسماء، أنا ما نقول مثلا جديدة ولكنها أسماء يعني تبغى تثبت وجودها أمام المدرب، خصوصا في ظل التغييرات اللي حصلت داخل الفريق والبحث عن كبش فداء والتصحيح والخطط اللي جالسين مثلا نسمعها بداخل البيت. فلذلك الكل حريص على تقديم نفسه، إضافة إلى برضو تقديم مجموعة من اللاعبين الصغار مثلا في السن زي معن وزي في داخل الفريق. لذلك بالتأكيد هذه أنا قاعد أسميها استفادة من أخطاء الماضي. اتحاد فريق كبير وعنده برضو يقدم أكثر من كذا.